فالشيطان لا يتركه بل يعارضه بخطرات الرياء. قلت قلع مغرسة ما كأنه يرجعها على عسى عسى شيء منها يرجع إليه ويتخلل باطنه. قال فلا بد أن يتشمر لدفع ما يعرض. وذكر ترتيب فيما يخطره. قالوا ثلث ثلاثة قد تخطر دفعك الخاطر واحد وقد تترعد. فالأول العلم باطلاع الخلق ورجائه، ثم هيجان الرغبة وجدان الآن محال في حمدهم والمنزل عندهم، هيجان الرغبة في حمدهم والمنزل عندهم، ثم هيجان الرغبة في قبوله أي قبول الالتفات إليهم والثناء منهم، هيجان في قبول والركون إليه. فالأول معرفة وعلم وهو استشعاره اطلاع الناس عليه أو الرغبة في، والثاني حالة تسمى الشهوة والرغبة، والثالث فعل يسمى العزم وهو أن يركن إلى ذلك ويتعمد ويحب إظهاره. قال وكمال القوة في دفع الأول قبل أن يتلوه الثاني مباشرة. فإذا خطر له أنه دروبك طلب عليك فهم سيحترموك يقدموك سيعرفوا أنك وما إلى ذلك، بمجرد خطور هذا الخاطر يقول لنفسه ما لك وللخلق، علموا أو لم يعلموا والله عالم، فأي فائدة في علم غيره؟ فإن هاجت لذة الحمد تذكر ما رسخ في قلبه من آفة الرياء وتعرض للمقت عند الله. فمعرفة اطلاع الناس تثير شهوة، ومعرفة آفات الرياء واخطره وضرره تثير كراهة مقابلة لها، والنفس تطاوع أقواهما الكراهة أو الشهوة، شهوة الرياء وكراهته. بعدين نفسك تخضع للقوي منهم، فذكرك لآفات الرياء ومغباته ومخاطره وسوء عواقبه وفضيحته في الآخرة وسقوطك من عين الله وما إلى ذلك يثير فيك كراهية، كراهية الرياء وكراهية قصد الناس. ومعرفة اطلاع الناس عليك تثير الشهوة أن يعلموا بحالك وأن يكون لك منزل عندهم وأن تسترسل ألسنتهم بالثناء عليك وأن هذا الحين هذه الكراهة وذا الشهوة، فأيهما كان أقوى أخذك. فإن كانت تمكن رسوخ فقه خطر الرياء وضرره وسوء مصير وعاقبته قوي عليك فلم تبالي باطلاع الخلق، إن كان ضعيف الثاني جهوة اطلاع الناس قوية تتغافل آفات الرياء ومذماته وخطر نهاياته كأنها ماشي بقوة الشهوة. سمعت؟